دلوقتي حالا العقوبات، الاتحاد الافريقي اصدر عقوبات على منتخب مصر ومنتخب المغرب بسبب الاحداث والمشاهدات اللي حصلت في مباراه مصر والمغرب، بس الحمد لله الموضوع بسيط. يعني ايقاف لاعب منتخب مصر مروان داوود ماتشين وتغريمه 5000 جنيه. مروان داوود لاعب منتخب مصر ايقافه ماتشين وتغريمه 5000 دولار. ايقاف روجي باولو مساعد كارلوس كيروش 4 ماتشات وتغريمه 10000 دولار. مروان داوود ماتشين و5000 وروجي باولو مساعد كيروش في الجهاز الفني طبعا لمنتخب مصر 4 ماتشات وتغريمه 10000 دولار. تغريم منتخب مصر 50000 دولار لعدم حضور كيروش المؤتمر الصحفي اللي هو كان قبل ماتش مصر والمغرب لما راح متاخر او ما وصلش في الميعاد المظبوط، وتوجيه تحذير اخير لكيروش ان ما يتكررش تاني عدم حضور المؤتمر، ان بعد كده هيتوقف. يعني منتخب مصر اتغرم 50000 دولار بسبب عدم حضور كيروش المؤتمر الصحفي قبل مباراه مصر والمغرب. دي العقوبات على مصر. بالنسبه للمغرب ايقاف سفيان بوفال ماتشين وتغريمه 5000 دولار، وايقاف سفيان شكلة لاعب المنتخب المغربي برضه ماتشين وتغريمه 5000 دولار. وانا برضو يعني دي هتبقى مشكله لمنتخب المغرب ان الاثنين لعيبه دول ممكن يتوقفوا في تصفيات كاس العالم، هيتوقفوا في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. طيب دي العقوبات اللي كانت على منتخب مصر، الحمد لله حاجات بسيطه ويعني عدت على خير، نقدر نقول عدت على خير. طيب